من جديد نعود للتواصل معكم مشاهدينا ومستمعينا في صباح البي ان اف ام. نحن مفروض نتفق انه ما عندنا ثقافه اللجوء للاطباء النفسيين او الاختصاصيين النفسيين لما نمر باوضاع الشخصيه بتكون صعبه وازمات في حياتنا اليوميه، لكن هم دائما اللي بينوروا لنا الطريق وبيورونا ان احنا نعمل شنو. مفروض ان احنا نلجا لهم لما تواجهنا صعوبات في حياتنا، لما ما نقدر نتكيف مع الوضع اللي احنا عايشينه في حياتنا. فبالتالي بيبقى من الاهميه انه ان احنا نلجا لاصحاب الاختصاص لانه هم بينوروا لنا الطريق. اليوم ونحن بنناقش معاكم التكيف مع الاوضاع الراهنه والخروج منها بشكل ايجابي وعدم الجنوح للاستسلام او الاحباط، لابد انه برضه نتكلم مع اصحاب الاختصاصيين النفسيين عشان يورونا كيف نحن نقدر نتجاوز الحاجه اللي احنا بنعاني منها الان. حتكون معانا على خط الهاتف الدكتوره نون الدسوقي وهي اختصاصي نفسي، حاضره معانا من خلال الهاتف. فاطمه صباح الخير دكتوره نون. يا استاذ صباح الخير، صباحك يسر وتيسير وسعاده ان شاء الله يا رب العالمين. الله يديك العافيه، جمعه مباركه عليك ان شاء الله. تبارك ايامكم كلها يا رب، جمعه سعيده عليكم كمان انتم. الله يخليك دكتوره نون. الموضوع موضوع كبير ومهم، ولازم ان احنا نخط نقاط معينه بعينه ونتناقش فيها معك. خلينا نبدا بانه احنا كيف نتكيف مع الوضع الراهن بشكل ايجابي. اوكي يا استاذ، اول حاجه احنا ما نقول تكيف، لو خلطنا علم التكيف بعلم البيئه وعلم النفس احنا قاصدين حاجه اسمها الارتقاء، التقارب، المرونه، بحيث ان احنا نستمر. يعني هو عكس التنافر، عكس البعد. نحن بنقول لك اتكيف مع الوضع، اتكيف مع الظروف اللي حصلت لك، اتكيف مع الحاجه الحاليه في الوقت الراهن، معناها انك خليك مرن، اتقبل الحاجه اللي هي حصلت، اعمل عكس الحاجه اللي هي حصلت. شنو يعني عكس الوضع الراهن؟ في ضغوطات، في صعوبات، ايا كان في شنو في الوضع الراهن، نحن نعمل عمليه بتاعه تقبل. تقبلنا الوضع، قلنا اوكي نحن قابلانين، ما حنقدر نحن نصارع الوضع، لكن حنعمل حاجة أقوى من المصارعة، أقوى من اللي احنا نحارب الحاجة هي حاصلة في الوضع الراهن. نعمل مسار جديد، أفكار جديدة، ابتكارات، نعمل حلول عكس الحاجة اللي هي في الوضع الحالي. ده بدينا عملية بتاع التكيف، بدينا مرونة، بدينا تأقلم مع الظروف الحاصلة. نعم نعم، يعني في كثير، يعني عطفا على كلامك طبعا دكتورة نون، في كثير من الأسر لما تعاني من أزمات اقتصادية مثلا في البيت، فبتحاول انه الاسره تقلل صرفها، تحاول يعني في احيانا مرات الاسره بتتحرك، في ناس بيكونوا ما شغالين بيوجدوا حلول، حتى في ناس مرات بتشتغل من البيت، وده بيكون حل للازمه اللي بتمر بها الاسره. برافو عليك يا استاذ، بالضبط كده. احنا لما نقول لهم ابتكروا حاجه جديده او جيبوا حلول جديده، هم بيفتكرون احنا يعني زي دايرين نتويهم، او بنقول لهم يا جماعه الموضوع سهل وبتاع، لا هي ابتكارات. والله يا استاذ الشخص لما يكون حصل بتاع عمليه بتاع التكيف ويبدا خلاص يعمل افكار جديده، ابتكارات، حيجي يلقى حلول لا تخطر على باله لو ما الظرف الراهن هو حاليا فيه. يعني مثال على يعني المثل اللي بيقول المعاناه تولد الابداع، ده ممكن يكون حاضر. ايش نوع نقول على معاناه يا استاذ؟ احنا طبعا عندنا الكلمات عندها اثر في البرمجه، في العقل عندها اثر، ما نقول معاناه، نقول صحيح. تحديات. صحيح. كلمه تحدي ارغى من كلمه مشكله وكلمه معاناه وكلمه عافر، دي كلها كلمات بتودي في داهيه يعني. صحيح صحيح. العكس ليها نقول كلمه تحدي؟ يعني يا استاذ لو في شخص بيلعب في جيم، لما نيجي نقول لك عندي تحدي في الجيم، حتنبسط، تقول لي يعني انت حتتحدى الجيم وحتشوف حلول وحتفتكر انه بتاع اللعبه ده خدت الحلول وين؟ خدت المخارج للعبه كيف؟ وهو في حد ذاته حيكون دافع بالنسبه لي. لو قال الشخص، لو ما بالك على ارض الواقع، قال الشخص والله الظروف دي عملت لي تحدي وانا نويت اتحدى الظروف، يا انا يا الظروف، كده حيكون في حماس، حيكون في شغف، حيكون في ابتكار، حيكون في افكار جديده، العقل حيتحفز انه يطلع له افكار عمره ما حصلت على باله. عكس لو شخص قال انا عندي مشكله، اوريدي كده حيحصل في طاقه سلبيه، حيحصل كده نوع من الكآبة، ما حيكون في أفكار.
نغير الكلمه نقول احنا عندنا تحدي مع الظروف مع البيئه اللي احنا حصلت لنا وجبنا التحدي وناويين نطلع من التحدي، حتجي افكار لا تخطر على البال، حنلقى افكار ابتكاريه وحلول ابتكاريه. نعم. طيب دكتورة نون، بشكل عام عشان احنا ما نصل مرحلة الإحباط والاستسلام، النصائح اللي ممكن تقدم شنو لكل الناس اللي بتابعونا الآن على صباح الإفين؟ أوكي، أول حاجة نقول لهم خليكم مرنين. احنا ما نقول لكم إنه الظروف دي يعني خلاص حتكون هي دائمة، ما في حاجة دائمة، كل حاجة بتتغير، الوضع الراهن حيتغير، الظروف الحالية حتتغير، أيا كان الحاجة هي شنو هي حتتغير، مصيرها تتغير. نعم. عندنا ثابت في الكون التغيير. أوكي، قبلنا الوضع الراهن، عملنا عملية بتاعت مرونة اللي هي بداية المرونة يا أستاذ، حاجة اسمها التقبل، نتقبل، ما نعمل مقاومة، ما نعمل رفض، ما نعمل تركيز سلبي على الحاجة اللي هي حاصلة أو الوضع الراهن. نعم. مجرد ما تقبلنا وحصل في مرونة لابد أن احنا نعمل حلول ابتكارية، ما نكون قاعدين ومستسلمين إن هي الظروف تتغير، أوضاع البلد تتغير، الوضع الاقتصادي تتغير، أسرتي تتغير، أنا أسافر بلد ثانية أو أنا أمشي أتزوج أو أنا أشوف لي حاجة ثانية، دي كلها اسمها حلول من ضمن المهارب، ما هي حلول نهائية. في قبالة ممكن تاخذ خطوات، ممكن تعمل أفكار قبل ما تصل للحاجة اللي اسمها هروب، والهروب ده أساسا هو ده نوع من أنواع الحيل الدفاعية، الناس بتهرب بيها، وهي نوع من أنواع الكبت، وهي نوع من أنواع التكيف السلبي، دي كلها حيل دفاعية. عكس الحيل الدفاعية التقبل، المرونة، الابتكار، وجود حلول في نفس الموضوع اللي انت فيه وبكون عندك حلول، لكن انت انظر بجانب ثاني، انظر بجانب اليسر، انظر بجانب التكيف الايجابي، حتلقى في عز المعاناه اللي انت فيها، في عز الوضع اللي انت فيه حلول ويسر، حتكون راح تلاقي لو ما غيرت الفكره في عقلك انت، الفكره هي اولها بدايه الوضع انك تغيره فكره في عقلك، غيرت افكارك يتغير واقعك، يتغير حياتك، يتغير كل حاجه حواليك. صحيح. والله يا دكتورة نون يعني أنا مبسوط جدا أنت كنت معنا اليوم على صباح الإف إم، ونحن محتاجين الطاقة الإيجابية اللي أنت الآن بتبسيها لنا، وأنا متأكد أنه كل الناس اللي بتابعونا الآن على الشاشة وصلتهم الطاقة الإيجابية دي وحيتحركوا أن يوجدوا حلول بديلة. حلول، ويا أستاذ حيضحكوا على روحهم أنهم هو ما انتبهوا للحلول دي، والحلول دي جواهم وحوالينهم وفي ذاتهم. نعم، شكرا جزيلا دكتورة نون الدسوقي، اختصاصي نفسي، على كل هذه الإرشادات الصباحية للتكيف مع الوضع الراهن وعدم الاستسلام والإحباط. شكرا جزيلا. يديك العافية أستاذي، ومع سعيد عليكم إن شاء الله. الله يديك العافية، كتر خيرك. نتواصل معاكم من خلال صباح البي ان اف ام، لسه حنكون موجودين معاكم في موضوعنا ونتناقش معاكم اكثر عشان برضو نسمع رايكم في الموضوع اللي بيظهر عليكم اسفل الشاشة دائما، ومن خلال ايضا ارقام هواتفنا اللي هي دائما باب التواصل بيننا وبينكم. نسمع ونتواصل معاكم، خليكم معنا.